على أكف إخوته في حركة أمل حمل نعش القيادي الحركي في الحركة نمر الخليل في شوارع الشياح، حيث شق الموكب طريقه بصعوبة إلى مثواه الأخير، وصار في مقدمته حملة الرايات وصور الراحل وسيارات جمعية الرسالة للإسعاف الصحي وفرقة من كشافة الرسالة الإسلامية. شارك في التشييع ممثل رئيس مجلس النواب النائب أيوب حميد، ونائب رئيس حركة أمل هيثم جمعة، ورئيس المكتب السياسي جميل حايك، ورئيس الهيئة التنفيذية في الحركة مصطفى الفعاني، وعضو هيئة الرئاسة قبلان قبلان، والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، والنواب محمد نصلى، علي بزي، فادي علامي، الوزير السابق حسن اللقيس، وأعضاء من المكتب السياسي والهيئة التنفيذية في حركة أمل، والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، والمدير العام للإدارة في الجيش اللواء الركن مالك شمس، إلى جانب حشد من الفعاليات السياسية والبلدية والاجتماعية والاختيارية والأهلية. النائب أيوب حميد ألقى كلمة قيادة حركة أمل. نمر الخليل نستقبلك اليوم، وكلنا عايشنا تلك المرحلة القاسية في أرض الشياح وبرج المنازل والضاحية الأبية الشماء. عايشنا أولئك الذين بدروا والذين كنت لهم خير رفيق وخير عزيز. يا نمر الضاحية ويا أسدها، طريقك الذي اخترته بعرقك وتعبك وسهرك وتضحياتك هو الطريق القويم لقيامة لبنان ولبقاء لبنان وطنا للإنسان. نعزي أنفسنا كما نعزي أهلنا جميعا بأننا افتقدناك في ريعان شبابك وفي عز عطائك، لم تدخل ولم تتوالى. العزاء للصبريين للمكافحين للمناضلين جميعا. بدورها المفتي قبلان ألقى كلمة تحدث فيها عن مزايا الراحل. رحم الله الحاج نمر الخليل، ورحم الله شهداء هذه المسيرة التي قادها الإمام الصدر، ورحم الله كل الشهداء الذين ضحوا في سبيل الله وفي سبيل حماية هذا البلد من التهويل والمداريس والمشاريع الارتزاقية واللعبة الطائفية، وهو ما نخشاه اليوم، ما نخشاه بشدة على البلد وسط هجمة دولية إقليمية تعتمد كل وسائل القتل النقدي والمالي والسياسي والمعيشي لإنهاء وضعية البلد ولشطب وجوده عن الخريطة. العهد إن شاء الله تعالى أن نكون حماة وطن. هذا وأما المفتي قبلان الصلاة على جثمان. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. ليوارى بعدها الثرى في جبانة روضة الشهيدين.